طيب بدأنا بس بموضوع اليوم تحقيقات الكحالة. نعم. شو صار فيها؟ شفنا وفدنا المعارضة عند قائد الجيش كانوا عم بيطالبوا أنه يكونوا كل اللبنانيين متساويين أمام القضاء، لأنه القضاء وأكثر شو صار؟ أولا في تشويش كتير بموضوع الكحالة، خلفيته انتخابية رئاسية، خليني أقول مش خلفيته فعلية من وقت اللي صارت، ومع الأسف دائما طيب. حدا بيستغل بهذا شو صار؟ الموضوع. هنستدعوا الأشخاص اللي هن من أهالي بلدة الكحالة للتحقيق، واستدعوا كمان من عند حزب واستدعوا الله. كمان مين؟ أكيد من عند حزب الله، استدعوا عناصر حزب الله، استدعون مش للتحقيق، استدعون للصورة ليشوفوا، يعني للشهادة لتشوفي الصورة يلي عندي كيف كانت فعليا على الأرض. استدعون كلهم للشهادة ولا ناس للتحقيق ناس للشهادة؟ خليني أقول بس جاوبنا على هذا السؤال. الشاحنة بداية وهي الأهم، هلا قالوا آخر شيء بعد عن الجيش، ولكن موجودة التحقيقات موجودة بشكل أساسي وبشكل مباشر عند مدعي عام التمييز يلي حولها افتكر لعند القاضي الحقيقي يلي هو عم يتولى التحقيقات بهذه المواضيع. فإذا هذه الشاحنة بخلاف كمان الانطباع يلي أو يلي صوروا ما تزال موجودة والذخيرة هي بكامل موجودتها بانتظار قرار القضاء. التشويش يلي صار حوله خلفيته سياسية رئاسية. اثنين، الاستدعاء عند مديرية المخابرات مشان تشوفي هذه الرواية هو استدعاء لسماع الإفادة، وفتكر هذا اللي قال لهم إياه، مشان هيك عم بيقولوا طلعنا مرتاحين. صح. الإشارة مثل ما بينت بالأول هو مش من أجل تحقيق مشتبه بك، لكن لتكوين الرواية. كيف الرواية بدك؟ طب من بعد ما يكون الرواية شو رح يصير؟ يلي بتاخدها وبتاخدها بعدين بتقدمها على القضاء العسكري يلي على أثرها بياخد القرار اللي فيها يلي طبيعي. طيب انه بس القرار طبعاً اللي فيها معروف انه هو مش رح بدفوها على المحلات التانية اللي علاقة بموضوع الشرطان يلي كانوا الشريط يلي كانوا بيشوفوا كيف صار اطلاق النار، يحددوا كيف صارت صحيح. في شيء متعمد، حتى رح يتحاسب يعني إذا في محل لأنه يكفي عنده. أنا برأيي ليك الجيش يلي عمله مثلا بمحطات عديدة من دون ما يسأل خلفياتها، ما بفتكر فينا نسأل مشان هون التشكيك بهذا الموضوع. قصدي مثلا القضاء العسكري رح يقدر يحاسب عناصر من حزب الله أنه في حال تبين إذا تبين أنه عندهم إيه، ليش ما بيقولوا؟ طيب المروحية اللي سقطت بحمدون، بس بدي ما بقى معي وقت، بينت أسبابها ليش وقعت؟ شهدة ما عرفت، بس أنه بين أول شيء شهدة، هذا بوجع لك قلبك بالشهادة يلي عم يعملوا باللحم الحي، عم يشتغل الضباط والعسكر وبيقطع لك قلبك. البنت يلي عم تلحق بيا وشاب بعمر الورد يلي كمان بتشوف شباب، ونحن عم نفتقر بلدنا، عم نفتقر أو عم نعاني من صح. هجرة شباب لبرا، وهذا شيء بيفطر لك قلبك. وكمان العسكري الجريح يلي الله يقيمه بالسلامة، بس كمان بالوقت ذاته طلع انه هذا الجيش عم يلي ما عنده يأكل، يلي ما عنده اللي بعتقد الصيانة كانت موجودة بس ما بعرف الأسباب عندهم، بس كمان عم بيعاني مثل هلأ بسمع بموضوع الوقود، أو أنك بتأنني على هودي المسائل وكنت تشوفي ينكب المال. نعم. اللي عم ينكب بغير حساب بمحلات تانية غير، خليني أقول ما كانت ضرورية، خليني استعملك رغم أنه كان فيها مسارب كتير، لكن هذا الجيش حورب لأسباب سياسية مش من هلأ، من زمان. مش لازم تنسي ابدا انه ذاكرتنا قصيره، انه من 5-6 سنين هذا الجيش قعد 3 ايام بلا اكل لانه ما صرفوا له، وكان لاغراض سياسيه. وهذا الجيش قعد اول واحد ان ننوله قعد بلا لحمه، قال لي واقتصرت يومتها على 3 شهر اللي ما فيك تاخذيه. فاذا بتطلعي وكانوا لاسباب سياسيه خبيثه، برجع بقول الله لا يوفقه يلي كان عم يعمل هيك. ولما وصلنا على المشاكل، رغم المشاكل بتروح علي لقدام، كانت ضغط علي لأسباب لخلفيات سياسية ضيقة وصغيرة. وأنا ما بعتقد أنه رغم كل يلي صار، دموع المسيح يلي بينزلوا، رغم هالشي ما وفرنا وكنا عم ننتقد، وكنا يعني كان القسم منا أو كان البعض هذه الطبقة السياسية عم يتعاطى بطريقة سياسية مع هذه الجيش، رحمة على أرواح الشهداء. وبرجع بقول أنه بالآخر هو العسكري أو الضابط ما بيسأل عن حاله لما بيفوت على الجيش، بيقسم اليمين وبيعرف أنه رايح يكون هو مشروع شهيد، بس بيسوى كمان ما نبعزق كتير بعسكرنا وبشهدائنا.